الصحابة رضي الله عنهم مع أن باب الحجرة مفتوح ويمكنهم الوصول إليه، مع ذلك كله ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويقفون عنده، ما كانوا يفعلون ذلك، لا للسلام عليه ولا للدعاء عنده ولا لفعل عبادة عنده، ولذا لم يكن للشيطان فيهم مطمع كما هو شأن البعض في هذا الزمن، فإن الشيطان تلبس لهم عند قبره وعند قبر غيره من أنه يتمثل لهم وأنه يتحدث معهم.